معجزة في تلك الأيام لم تكن رؤيا كثيرا. وكان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر. وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله أن الرب دعا صموئيل فقال ها أنا ذا، وركض إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو، ارجع اضطجع. فذهب واضطجع. ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل، فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو يا ابني، ارجع اضطجع. ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه. فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأولى صموئيل صموئيل، فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل هوذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذناه. فقال الرب لصموئيل هوذا أنا فاعل، في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل، وقد أخبرته بأني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم. ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد. واضطجع صموئيل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب، وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية. فدعا عالي صموئيل وقال يا صموئيل ابني، فقال ها أنا ذا. فقال ما الكلام الذي كلمك به؟ لا تخفي عني، هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد إن أخفيت عني كلمة من كل الكلام الذي أكلمك به. فأخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه. فقال عالي هو الرب، ما يحسن في عينه عمل. وكبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. وعاد الرب يتراءى في شيلوه، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. الإصحاح ده من أجمل الإصحاحات في السفر كله. شوفوا بدايته يقول إيه؟ يقول لم تكن رؤيا كثيرا، وكانت كلمة الرب عزيزة، وقبل أن ينطفئ سراج الله. ده المشهد بتاع البداية. كلمة الرب عزيزة، لم تكن رؤيا كثيرا، وكاد سراج الله أن ينطفئ. المشهد في النهاية إيه؟ يقول لك عاد الرب ويتراءى في شيلوه، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب. زي ما كنا بدأنا نتكلم المرة اللي فاتت، ربنا مش بخيل علشان كده كلمته عزيزة. ربنا سخي في حبه جدا، لكن الأمر متوقف على قواعد الاستقبال. في قاعدة استقبال، تستقبل نعمته وتوصل للناس، يدي وبفيض. لكن لما فيش حد بيستقبل، مفيش قلب بيسمع صوته، مفيش حد عايز ينصت ليه، مفيش حد بيلتفت لكلامه، الناس مشغولة في حاجات كتير، فتبقى كلمة الرب عزيزة. ساعات أشوف كده مثلا كتب كتيرة محطوطة في المكتبة، مين بيقرأ؟ كلمة الرب موجودة بس مين بيقرأ؟ مين بيسمع؟
كل أسبوع في مقالة روحية بتتكتب، مين بيقرأ ومين بيسمع؟ مين بيسكن كلام ربنا في قلبه؟ كلمة الرب تبقى عزيزة على الإنسان اللي بخيل على نفسه، بخيل على نفسه بكلمة ربنا، بخيل على نفسه بأنه يدي وقت لربنا، هو كده بخيل على نفسه، هو كده اللي مخلي كلمة الرب عزيزة عليه، لأنه هو مش فاتح قلبه، هو ما بيستقبلش. وإذا كان في موقع مسؤولية تبقى طبعا مصيبة، زي عالي كده كان في موقع مسؤولية وكلمة الرب بقت عزيزة لأنه هو ما بقاش يشوف وما بقاش ينتبه لصوت ربنا، وماشي كده بشكل بيجامل ولاده على حساب ربنا، والنتيجة إن الشعب كله ضل وكاد أن ينطفئ سراج الله، لأن ده عالي في موقع المسؤولية. طيب لما جه واحد حلو كده زي صموئيل وبدأ يستقبل كلام ربنا، يقوله تكلم يا رب فإن عبدك سامع، كل ما ربنا يكلمه يقوله ها أنا ذا، ومركز خالص مع ربنا، مش متشتت بحاجة تانية، مركز مع ربنا مش متشتت في حاجة تانية، النتيجة إيه؟ النتيجة يقول إيه؟ عاد الرب يتراءى، بدأ ربنا يظهر تاني، في رجل الله موجود في مركز استقبال بيستقبل صوت ربنا ويزيعه للناس، بقى في رجل الله موجود، فعاد الرب يتراءى في شيله. العالم ده مظلم وإنارته متوقفة علينا، تنوير العالم ده متوقف علينا إحنا، لما ناخد من نور ربنا ونعلن فيتراءى الله للعالم. هيتراءى الله للعالم إزاي؟ من خلالنا، من خلال آنية مقدسة للكرامة تستقبل كلامه، تستقبل نوره وتزيعه وتنور للعالم. لكن لو إحنا السراج بتاعنا مطفي ننور إزاي؟ الناس هتيجي تقرب تنور مننا، ما فيش، ما إحنا مضلمين زي بعض، الخطية هي اللي متسلطة على الكل وإحنا مضلمين. لكن لو إحنا منورين الناس تحب النور، تيجي تقرب وتاخد من النور وتعيش في النور. كنا سألنا سؤال المرة اللي فاتت، هل سراج الله اللي إحنا خدناه جوانا بالمعمودية ممكن يطفي؟ ممكن يطفي في 4 حالات. أول حالة ممكن يطفي لو إحنا رفضنا استقبال صوت ربنا، رفضنا الروح القدس جوانا بيكلمنا وإحنا مش عايزين نسمع. طبعا الروح القدس بيكلمنا أحيانا من جوانا، أحيانا خلال قرايتنا للإنجيل، أحيانا من خلال تعليمنا الروحي في الكنيسة أو عن طريق المرشد الروحي أو أب الاعتراف، الروح القدس بيكلمنا. لو إحنا رفضناه سراج الله يطفي جوانا. ممكن كمان سراج الله يطفي لو إحنا قفلنا على نفسنا وحبينا الظلمة أكثر من النور، مش عايزين ربنا، نحب فيه خطايا معينة محبوبة بالنسبة لنا، إحنا عايزين، إحنا متمسكين بها مش قادرين نسيبها ومش عايزين نسيبها، في فرق بين مش قادرين ومش عايزين. إن الإنسان لو مش قادر وطلب معونة ربنا، يعني كان عايز ربنا هيديله القدرة، زي ما كان يقول سيدنا البابا شنودة الله ينايح روحه، لو وجدت النية ربنا يعطي ليه الإمكانية، لو وجدت النية ربنا يعطي الإمكانية. لكن لو واحد قافل على نفسه، قافل على الخطية اللي جواه، طب ما هيطفي فيه سراج الله، هيطفي فيه. برضو يطفي سراج الله فينا لو تعلقنا بشهوات العالم. شهوات العالم بتمتص كل طاقات الحب اللي لينا، كل طاقات الحب اللي نحب بيها ربنا وتنور السراج بتاعنا تمتص في الخطية، زي ما يكون في مصباح والزيت اللي فيه اتسحب كله فيطفي، طاقات الحب كلها راحت في الخطية. شهوات العالم تخلي الإنسان سراج الله ينطفئ فيه. أيضا إذا إنسان استهان زي عالي كده،
استهان بمقدسات الله، استهان بالهيكل بتاع ربنا، استهان بكلام ربنا، استهان بالهيكل اللي جواه. فأصبح الهيكل ده متداس بشرور كتيرة مش فارقة. لا، ازاي ده الهيكل بتاع ربنا؟ ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ من يفسد هيكل الله سيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم إيه؟ هو. فإذا الخطية دخلت أو الإنسان ما احترمش الهيكل بتاعه، أيضا سراج الله يطفي لو إحنا تعالينا ودخلينا الكبرياء. لو تملك علينا روح الكبرياء يطفي سراج الله فينا، لأن الروح القدس ما يرتاحش في القلب المتكبر، يرتاح في القلب المتواضع بس. المتكبرين تلاقيهم يصمموا على رأيهم بعناد ويحتقروا الآخرين ويحتقروا آراء الآخرين، وتلاقيهم اللي يركبوا روح الكبرياء تلاقي دايما روح الإدانة في ديله على طول، تلاقي عمال يحكم على الناس وعمال يدين الناس. روح الكبرياء خطير، يطفي سراج الله في القلب. خطير لما يكون واحد في موقع قائد، هو رب بيت أو ناس ماشية وراه أو خادم كبير في الكنيسة أو غيره، ويركبوا روح الكبرياء يضل ويضلل الآخرين وراه، لأنه مش هيبقى ماشي بروح ربنا، يعتمد على ذكائه ومهارته وأحيانا سلطانه وأحيانا خبرته. تلاقيه إيه؟ معتد بنفسه جداً، بيرمي الأوامر يمين وشمال، هو فوق بيرمي الأوامر. خطر، خطر، خطر خالص. يطفي فيه سراج الله حتى لو كان له حاجة مكانة كبيرة في الكنيسة، يطفي فيه سراج الله ويكون سبب عثرة لكثيرين. سراج الله ممكن يطفي. الخطية بوجه عام هي اللي بتطفي سراج ربنا فينا وتخلي الإنسان يتخبط في الظلام بقى. يعني شفنا مثلا شمشون لما مشي وراء شهواته وقع في إيد الأعداء، وبعدين أول حاجة قلعوا له عينيه، ودي إشارة لانطفاء سراج الله فيه، وبقى يلف في الساقية زي الحيوانات. يعني الخطية بتطفي في الإنسان النور الإلهي. داود برضو لما غلط وتمادى في الخطية أكتر وراح يدور عشان يقتل الراجل وقتله، إيه ده؟ تحسوا أن ده مش داود خالص. الخطية طفت سراج الله، وبعدين هو على رأي ما بيقولوا الآباء اشعل سراجك بدموع عينيك، اشعل سراجك بدموع عينيك. بالتوبة رجع تاني سراج الله، نور في حياته تاني. في ناس كتيرة أمثلة الكتاب المقدس لناس ما حافظتش على سراج الله فيها فطفى. ولكن إذا حبينا نشوف أسباب عامة كده لانطفاء سراج الله، أول حاجة الإهمال. الإهمال، لو الواحد ما اعتناش بالمصباح بتاعه يملاه زيت، أو شايف النور الإلهي ومش عايز يلقطه، شاف كلمة ربنا مش عايز يدخلها جواه، قال آه كلام حلو بس يعني مش عملي، مش هقدر، صعب. لا، ألقط الكلمة ودخلها جواك وعيش بيها. وأنت بتقرأ وأنت بتسمع ألقط الكلمة كده، دي هتنور لك، دي السراج اللي ينور لك، ما تهملهاش. أيضا الحاجات اللي تطفي سراج الله إن الإنسان ما يحفظش الحواس بتاعته، يغفل. على رأي الأنبا صموئيل المعترف، له عبارة لطيفة وجميلة وسهلة إن احنا نحفظها، بيقول احذروا من الغفلة لأنها أم الأوجاع وهي تربي الزوان. احذروا من الغفلة، أو احذروا من التغافل، فإن الغفلة أم الأوجاع. أم الأوجاع يعني المقصود بها الخطية، وهي تربي الزوان. اللي بينام على روحه يجي العدو وهو نايم يزرع في حياته ايه؟ زوان، يزرع الحاجات الوحشة، ميول الوحشة والأفكار الوحشة والشر يزرعه وهو نايم، فالواحد ما ينامش.
احذروا من الغفلة، فإنها أم الأوجاع وهي تربي الإيه؟ الزوان. فالزوان يخلي سراج الله يطفي فينا. برضو من الحاجات الخطيرة اللي تطفي سراج الله فينا التهاون في مواجهة طيارات الخطية. واحد إيه يقول لك ما تفرقش معايا، أنا بشوف الحاجات دي ما بيهمنيش، أنا ممكن أروح مع الناس دي وهم بيشربوا بس أنا ما بشربش. لا، ما تدخلش بصدرك قوي كده، لأن طيارات الخطية خطيرة جدا جدا وممكن تجيبك الأرض. ما تتهاونش، سراج الله هيطفئ فيك، هيطفي. الشاطر اللي يحرص على السراج بتاعه يفضل منور، لكن ما يروحش في الأجواء الوحشة ويفتح حواسه على أمور وحشة وبعدين يقول أنا مش هتفرق معي. لا، ده ساعات الواحد يسمع له كلمة تفضل تتعبه أيام. كلمة إدانة ولا كلمة وحشة عن حد ولا يفضل تعبان فيها، تشوف منظر يفضل تعبان أيام. طب ليه؟ لا، ما نتهاونش، نحافظ على نفسنا عشان السراج بتاعنا ما ينطفيش. ها؟ السراج بتاعنا يطفي لو احنا تهاوننا. وشفنا يعني زي شمشون وزي داود يتهاونوا في الخطية خطوة في خطوة في خطوة وقعوا وطفى السراج. الخطايا اللي هي تبدو ان هي بسيطة، يعني الناس بتفتكر ان هي بسيطة، هي في الحقيقة أخطر بكتير من الخطايا الظاهرة والكبيرة الواضحة أو إنها شريرة. الخطايا الشريرة الإنسان بيخاف منها ويبعد، لكن الحاجات البسيطة يقول لك دي بسيطة. لا، دي بسيطة، دي بس يعني ده مايكروب صغير لكن ممكن يدخل يلخبط الدنيا، ممكن يدخل ويجر ويضعفك فتبقى فريسة لكل الخطايا. مفيش حاجة اسمها خطية بسيطة، أي خطية هي حاجة خطيرة، خطيرة، ولازم أقف لها ولازم أبقى حريص وأبقى واخد حذري. برضو من ضمن الحاجات اللي تطفي سراج الله إن الإنسان يكون عنيد، مش عايز يسيب الشر اللي في العالم، عايز ربنا وعايز العالم، عايز ده بإيد وعايز ده بإيد. تقول له حبيبي دي ما تمشيش مع دي، يقول لك لا ده يعني أنتوا دقة قديمة، أنتوا ناس، هو الحياة كده، أنتوا مش فاهمنا الحياة دلوقتي، لازم ناخد نغرف بالإيد دي من هنا ونغرف بالإيد دي من هنا. لا يا حبيبي، أنت كده هتطفي السراج بتاعك. ما ينفعش إن إحنا نجمع بين الفرقتين، ما ينفعش نجمع بين النور والظلمة، لا شركة للنور مع الإيه؟ مع الظلمة. وخطير لما الإنسان بقى يرفض المشورة الصالحة، يرفض الإرشاد الروحي، خطر خطر. برضو من ضمن الحاجات اللي تطفي سراج الله في القلب الإصرار على رد الشر بالشر، لأن ده معناها أن الكراهية دخلت القلب تظلمه، يقول لك لا أخد حقي ولازم أعمل. لا كده حبيبي، أنت ابن ربنا، أنت فيك سلام ربنا، لو عملت الشر واتكلمت معهم بنفس لغتهم ورديت بنفس الأدوات الوحشة بتاعت الشر هيطفي سراج الله فيك. لا، ما تردش على الشر بالشر. ما انساش قصة طريفة يعني حصلت زمان في بداية الستينات. كان البابا كرولوس رايح يزور الكنيسة بتاعته القديمة، كان لسه بقى بطرق جديد، ورايح يزور الكنيسة القديمة بتاعته بتاعت مصر القديمة، وراح يصلي معهم قداس. وكان فيه كده ساعة التناول اتفاجئ ان في رجل كبير ظهر اعصابه تعبان شويه او كده من الشمامسه يعني، ومتزربن كده ومتضايق من شماس اصغر شاب يعني. وقبل ما يدخلوا في الطابور بتاع المناوله الرجل الكبير بقى بيبص للشماس الشاب وبيعمله بايده كده يقول له يكفينا شرك يا اخي، يكفينا شرك. طبعا يعني حاجة يعني ما تلقش خالص شر كده، ما تنفعش في الهيكل. فالبابا كرولوس لاحظ، فالشماس اتضايق ضرب كده، اتضايق راح
راح سايب كان هيتناول، داخل يتناول، خلاص قرب، خلاص داخل يتناول، فراح متضير له وقال له هو انا شر يعني؟ هو انا شر؟ فراح البابا كرولوس مزعق بصوت عالي كده قال له ايوه تبقى شر لما ترد عليه، ايوه تبقى شر لما ترد عليه. بس فهو الشماس ده كان شاب كويس، قال له اخطيت حالي الناس ايه؟ قال له الله يحلك يا ابني، ما تردش على حد. بس راح مناوله. اللي يرد على الشر يبص يلاقي النور اللي جواه يطفي، الشر ده يفور يفور وبكره يهبط، واللي ماشي في الشر ربنا يهديه وربنا يظبطه ويتوب، لكن احنا نشتبكش مع الشر، ما نردش على الشر بالايه؟ بالشر. افتكروا الكلمه دي، ايوه نبقى شر لما ايه؟ نرد، لما نرد نبقى شر، لا احنا ما نردش، ما نردش ابدا على الشر. يقول كده في سفر الامثال: سراج الاشرار ينطفئ. فاحنا ما نردش على الشر عشان السراج بتاعنا ما ايه؟ ما ينطفيش، هم سراجهم ما ينطفئ، لكن احنا ما نقابلش ونعملش شر، ما نقابلش الشر بالايه؟ بالشر. طيب اذا كان السراج بتاعنا احنا اهملناه لسبب او لاخر واتطفى، ازاي يرجع يشتعل مره ثانيه؟ اول حاجه المصباح لازم نملاه بالايه؟ بالزيت، عشان السراج يتميل ينور لازم عمل الروح القدس يشتغل في القلب، لازم المصباح يشتغل يتملى بالايه؟ بالزيت. ودي عمليه الملء دي يعني ممكن تكون في الخفاء كده في المخدع، بنملى سراج الله بالزيت، يمكن ياخد وقت لكن هيخلي السراج ينور. نمره اثنين، لازم نعمل حسابنا ان الروح القدس ما بيشتغلش وينور غير في القلوب المتضعه، عشان كده لازم نتحلى بالاتضاع ونقول له يا رب يسوع انت عارف احنا ضعفاء، انت النور بتاعنا يا رب، احنا من غيرك ولا حاجه خالص، لكن انت يا ربي اللي تدينا وتملا قلوبنا بعمل روحك القدوس. ايضا سراج الله ينور لما يكون الانسان امين مع ربنا، ما يكون امين وجوه زي بره، مخلص في حياته الروحيه، وبره البيت زي جوه البيت، وجوه بره الكنيسه زي جوه الكنيسه، وشكله من بره زي قلبه من جوه بكل قلبه مع ربنا، تلاقي الروح القدس يشتغل فيه ويفرحه، لان ربنا دايما بينظر للقلوب الامينه بيبقى ليها داله كبيره جدا عند ربنا. فالسراج ممكن ينور تاني، ولازم نبقى عارفين انه ممكن ربنا يشتغل مع اقل واحد. شوفوا، عالي صاحب الخبره، صاحب المهابه، صاحب العمر، السرج بتاعه كان مطفي، والصبي الصغير صموئيل ربنا لما لقاه بيقولها انا ذا، وامين ومخلص، وما كانش لسه شاف حاجه صموئيل ولا ربنا بيتراءى ليه ولا حاجه، ده لسه طفل عيل، لكن لما بدا يتجاوب مع ربنا، ربنا ظهر له وعاد الرب يتراءى، عاد الرب يتراءى. الموقف بقى الجميل بتاع صموئيل، نمشي بسرعه كده في الاصحاح، انه ربنا دعا صموئيل فقال ها انا ذا. لو عديته ها انا ذا في الاصحاح كتير كتير، كل شويه يقول هير اي ام، ها انا ذا، ها انا ذا. انسان عنده استعداد كامل للطاعه بكل قلبه، بكل قلبه، ها أنا ذا. سامع حد بيقول له صموئيل صموئيل، جري جري، ما عملش نفسه بقى مش سامع، يقول لك الراجل الكبير ده اللي عجز ده هيقعد يصحيني من النوم وأنا أروح له ليه؟ أعمل نفسي مش سامع، خليه صباح رباح زي ما بيقولوا. ها، فط وقام في نص الليل يقول له ها أنا ذا لأنك دعوتني مرة واثنين. وعالي اتضايق يعني شوية زي الصحاص صموئيل، أنا ما عملت لكش حاجة يا عم، روح نام، روح يا ابني نام، اذهب الضاجع ونام، امشي. وبعدين في ثالث مرة فهم. طبعا عالي عشان عنده خبرة، صموئيل لسه قليل الخبرة خالص، فقال له يا ابني، بيقول لك فهم عالي أن الرب يدعو صموئيل، أن الرب يدعو الصبي،
فقال علي لصمويل: اذهب الضجع، ويكون اذا دعاك تقول: تكلم يا رب لان عبدك سامع. فذهب صموئيل والضجع في مكانه. يمكن دي تدينا فكره ان ربنا ساعات كان يكلم علي زمان بالطريقه دي، انه يكلمه كده بالليل ويبتدي يوصل له مثلا رساله معينه او يديله توجيه معين. وبالفعل صموئيل اول ما سمع فربنا ايه بدا يكلمه، قال له: تكلم فان عبدك سامع. بدا ربنا يكلمه. الحقيقه الرساله الاولى ما كانتش رسالة ودية، هي صحيح يعني ما فيش حاجة ضد صموئيل، بس الرسالة نفسها ما كانتش رسالة ودية، كانت رسالة فيها عقوبة عنيفة، والولد لسه صغير يعني. بس دي يمكن كانت أهم حاجة شغلة ربنا، عشان كده قالها لصموئيل. أهم حاجة شغلة ربنا: ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. بيته كان متهان، بيته كان مش بس مغارة لصوص، لا ده يعني نقول ايه، بيت دعارة وبيت سرقة، حولوه الكهنة ولاد عالي الى اسوأ مكان يعني ممكن تحصل فيه خطايا فظيعة. فدي كانت نقطة اساسية ربنا بدأ بيها مع صموئيل، قال له اهم حاجة العبادة بتاعتي وصلتي بالناس، ما دول يخربوا العلاقة اللي بيني وبين الناس بالقدوة السيئة وبالشر بتاعهم لازم هيتعاقبوا. أنا بحب الناس، طويل البال مع الناس، لكن لما الإنسان يستهين بلطف الله وطول أناته، معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا يقول كده الإصحاح الثاني، جزء لطيف ومهم، عشان احنا ساعات في ناس بتستهين بلطف الله وطول أناته. يقول كده إيه؟ الإصحاح الثاني من روميا، أم تستهين بغنى، بيوبخ اليهود، اليهودي اللي هو يعني بيدين الأمم وهو أصلاً بعيد عن ربنا. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى الإيه؟ إلى التوب. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. فأنت بتحوش لنفسك غضب في يوم الغضب، في يوم اسمه يوم الغضب، واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، يجازيهم بالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم، فسخط وغضب، شدة وضيق إلى آخر. دي أول رسالة كلم بها صموئيل، وعلشان يكلم صموئيل برسالة زي كده واضح إن صموئيل كان قوي يستحمل. يعني دايما مثلا لما تلاقيه بدأ يكلم مع أرميا قعد يقول له: يا أرميا أنا هحط كلامي في فمك وأنت هتعمل وهتسوي، وكلمه كلام فيه يعني تشجيع كبير. وبرضه لما كلم يشوع قال له: أنا معاك، وكما كنت مع موسى أكون معاك، وأنت هتدخل الناس المنطقة بتاعت كنعان وهتعبر بيهم نهر الأردن، بس تخلي بالك تحفظ وصيتي وسفر الشريعة ده لا يبرح من فمك، تلهك فيه نهارا وليلا، حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. كلام برضو إيه، بدايات فيها تشجيع وفيها كلام لطيف وطيب، لكن هنا بيكلم بكلام شديد. واضح إن صموئيل كان قوي يستحمل، مع أنه كان شاب صغير خالص لكن كان قوي يستحمل. يقول إيه؟ قال له: ها أنا ذا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذناه. عارفين لما يكون صوت انفجار والودن تفضل تصفر كده من صوت الانفجار الشديد؟ ما أعرفش أنتوا حد فيكوا تعرض لحاجة زي كده ولا لا، أو صوت مثلا شديد من جهاز بيطلع صوت أو حاجة رهيب.
إلى كل من سمع به تطن أذناه. إيه ده؟ حاجة صعبة خالص. وهأقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل. وقلت له كده: قد أخبرت بأني أقضي على بيته من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم. الشر ده يجيب اللعنة، أي خطية تجيب اللعنة. الخطية ما حدش يستهين بيها، مش دي حاجة هتعدي وهتتنسي، الخطية تجلب اللعنة. وهو كان شايف، وهو الكبير بتاع المكان، ولم يردعهم. لذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد. ودي منطقي، لأن هم تسببوا في عثرة آلاف وعشرات الآلاف من الشعب على مدى سنين طويلة، فبيدخروا لأنفسهم غضبا في يوم الغضب. ومش معقول إن بعد ما يعملوا كل ده يبقى يعني ليهم هم يخلصوا والباقيين يهلكوا. صموئيل سمع الكلمتين أول مرة، ربنا يتكلم، بس ربنا ده شديد قوي. ها، ربنا حلو بس ربنا شديد، ربنا قدوس. ولذلك بيتعامل معنا في هذا الإطار، هو محب للبشر بس هو قدوس وهو عادل، هو قدوس وهو عادل، وسيعطي كل واحد بحسب أعماله. بيتعامل دايما معنا في هذا الإطار، نقولش ربنا بيعمل حاجات وحشة أو شديدة، لا، كل حاجة بالظبط، كل واحد بياخد حسابه بالظبط، إنه عادل وقدوس لا يطيق الخطية. فدي كانت أول لقاء لصموئيل مع ربنا، سمع الكلمتين وحفظهم في قلبه وسكت. عالي ده معلمه، عالي ده أبوه الروحي، ما فيش غيره، يعني مش هيختار، يعني ما فيش غيره، عالي ده هو الكبير والمطاع وليكن. لكن صموئيل ما فقدش احترامه العالي، ملتزم بعمله، قام الصبح فتح الأبواب يرتب المكان. وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية، واضح أنه كان بيقول له كل حاجة، بس دي بالذات خاف، لأنها يعني خاف يزعل. فدعا عالي صموئيل وقال له: يا ابني. فقال: ها أنا ذا. قال له: ما الكلام الذي كلمك به؟ حتى كلام عالي ما فيهوش سيرة ربنا، ما فيهوش اسم ربنا، يقول لك: إيه الكلام اللي قاله لك؟ لا تخفي عني، هذا هكذا يعمل الله لك، وهكذا يزيد إن أخفيت عني كلمة من كل الكلام. يعني شدد عليه قوي، ده ربنا يعمل ويسوي فيك لو أنت أخفيت عني كلمة. يا عالي، هو أنت هتستفاد من الكلام؟ يا ريتك كنت تستفاد. لا تخفي عني الكلمة، وكأن الكلمة اللي هيسمعها من صموئيل دي هتبقى حياة لي أو هتبقى بركة لي. ساعات واحد يقول له: لا، قول لي كل حاجة. عشان ايه يعني؟ هتستفاد ايه من الكلام؟ مجرد بس كلام انت مش هتستفاد بيه. ساعات الانسان ربنا يبعت له كلمة صغيرة كده، طايرة كده، يسمعها، يمكن تكون حديث بين اتنين غيره، يسمعها وتكون الكلمة دي هي اللي ربنا بعتها له من اجل خلاص نفسه، يلقطها ويعيش بيها. لكن ما يعودش يسأل على أسرار الناس ويسأل على ده ويسأل على ده. هتستفاد إيه بالكلام ده حبيبي؟ تستفاد إيه؟ لا، أنا عايز أعرف. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ طب قالت لك إيه؟ طب عامل معاكم إيه؟ هتستفاد إيه؟ أهم حاجة الواحد يتوب، أهم حاجة الواحد يسمع يلقط كلمة ربنا ويتوب، مش إن هو يقعد يدور. المهم صموئيل كان ولد دغري جداً، راح قايل له بالتفصيل. خلاص، انت عايز تعرف بالتفصيل؟ ربنا ظهر لي قال لي 1 2 3، قال له بالظبط. اخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه. عالي طبعا خد الكلام وايه، حتى ما قدمش توبه، قال لك: طب خلاص، هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. عامل له ايه بقى؟ لا، مش عامل له ايه، انا اقدم توبه. هو طبعا الخطية أجرتها موت، لكن التوبة تنقذ الإنسان.
يعني زي واحد يسمع انه فعلا ان الخطيه اللي هو بيعملها دي هيتعاقب عليها، يقول لك طب انا هعمل ايه بقى؟ خلاص يعاقبني بقى، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لا، الخطيه اجرتها موت، لكن التوبه ترفع عني، التوبه تاهلني للغفران بتاع المسيح، وتؤهلني للفداء بتاعه وعمل الغفران بتاعه على الصليب، التوبه تؤهلني. ولكن عالي بلا مبالاه كده قال هو الرب ما يحسن في عينه يعمل، خلاص هو بقى فاهم بقى ويتصرف. وكبر صموئيل، يعني انا بفتكر الكلام ده تقولوا لي مثلا طب ما هو ربنا بيقول خلاص انا هعمل الشر في بيت عالي وانتهينا خلاص، طب ما هو يونان راح لاهل نينوى قال لهم البلد ايه هتتقلب، ده الحكم، ده حكم ابتدائي، لكن اهل نينوى تابوا فترفع عنهم الايه الحكم في الاستئناف. ساعات ربنا بيدينا فرص للاستئناف، كان في حكم ابتدائي بالهلاك او بالموت او بالعقوبه الشديده، لو في توبه ربنا يرفع عننا. وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط على الارض. بدا يأزره بقى، وبدا صموئيل يدرس كويس الشريعه، يحكم بالظبط، يعلم بالظبط زي ما ربنا عايز. وعرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع. دان اقصى حدود المملكه، ما كانتش لسه مملكه بس هي يعني الارض اللي كان فيها شعب اسرائيل وقتها في ارض كنعان، اقصى الحدود من الشمال، وبئر سبع اقصى الحدود من الايه من الجنوب، ومحصورين بين البحر المتوسط من ناحيه الغرب ونهر الاردن من ناحيه الايه الشرق، وفي جزء كمان بعد نهر الاردن من ناحيه الشرق في سبطين ونص، منطقة بتاعة الأردن دلوقتي، ها؟ وفي سبتين ونص شرق الأردن، وبعد كده كل المنطقة المحصورة بين نهر الأردن وبين البحر المتوسط. دان فوق خالص عند القرب المرتفعات الجولان دلوقتي، وبئر سبع دي موجودة يعني في إسرائيل جنوب الخليل، يعني بمسافة كده في الجنوب. وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. خلاص ائتمن صموئيل نبيا للإيه للرب، وحسوا أن ده هياخدوا منه المعرفة، ياخدوا منه مشورة الله، ياخدوا منه الإرشاد، ياخدوا منه التعليم، يسمعوا كلامه. وعاد الرب يتراءى في شيلوه لأن الرب قد استعلن لصموئيل، بقى فيه إناء حلو ربنا يملاه بنعمته، بقى في قلب حلو يستقبل النور، فربنا بدأ ينور ويستعلن لكل شعب إسرائيل عن طريق هذا الإيه هذا الإنسان اللي هو سفير حلو لله. ربنا يدينا كده إن احنا نكون كلنا سفراء لنستقبل النور الإلهي وننور به في كل الأنحاء، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. إذا كان حد عنده تعليق أو سؤال. طيب تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح النور الحقيقي، يا من احببتنا واتيت الينا متجسدا كي ترفع عنا خطايانا، تحملها على الخشبه وتسمرها، كي يكون لنا حياه ابديه وشركه حيه معاك. يا رب نشكرك لأنك وهبت لنا مجانا كل وسائط الخلاص كي نتمتع بفدائك، نتمتع بمحبتك وخلاصك. أعطينا يا رب نعمة في كل ما نقول وفي كل ما نعمل لكي نكون سفراء بالحقيقة لك في وسط العالم، ننقل حبك ونورك وسلامك للناس، ننقل يا ربي صوتك ومعرفتك لكثيرين. يا رب يسوع أعطينا حكمة لكي نحافظ على سراجك مضيئا في داخلنا، يزداد إضاءة كل يوم، يزداد إضاءة بعمل روحك القدوس، أنرع عقولنا وقلوبنا وأفهمنا يا سيد الكل، وليشرق لنا نور وجهك باستمرار، وليضيء علينا نور علمك الإلهي. باركنا يا ربي بكل بركة روحية لكي نكون بركة أيضا لآخرين،
بركة أمنا ست العذراء وبركة كروزنا مريم ورؤوس ابانا واستجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، ألا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.